حياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. في كثير من الحلقات احنا دائما كنا نتطرق لموضوع الأيتام، وكان الناس بيقولوا ليش هذا العدد الهائل من الحلقات لموضوع الأيتام. مرة أخرى يجب أن أقول أن موضوع الأيتام من المواضيع المهمة جدا. فئة الأيتام من الفئات المهمة في المجتمع، هذه الفئة يجب أن ننظر إليها بعين من الاهتمام. يجب أن لا ننظر إلى اليتيم كإنسان عاجز أو كإنسان عالة، يجب أن نركز على أنه اليتيم إذا تم الاهتمام به وتنشأته التنشئة الصالحة هو قادر على أن يكون فرد صالح في المجتمع. هذه الحلقة نحن نهديها كسابقاتها للأيتام. سنركز على واحدة من الدور نتعرف عليها. هذه الدار هي دار قطر لرعاية اليتيمات، والتي تعنى باليتيمات لإخراجهن كأفراد صالحين في المجتمع. حياكم الله. دار قطر للأيتام التي تأسس عام 2007 للميلاد، الذي أقيم بهدف تحسين وضع الأيتام والفقراء الذين لا يجدون ما يعني ملجأ لهم ولا منزل حتى يعيشون فيه. شروط الانتساب في دار قطر إنما إما أن يكون اليتيم يتيم الأب أو يتيم الأم أو يتيم الطرفين. وطبعا إحنا هنا أول ما افتتح الدار كان عدد الأيتام قليل جدا، تقريبا كان 7 أو 8 من الأيتام من اليتيمات، خلينا احنا نقول، ولانه احنا سكن البنات. الان ما شاء الله في الان عام 2013 احنا الان اصبحنا 46 يتيمه، منهم 6 اولاد اطفال. احنا نقبل الاطفال من سن يوم الى سن سنتين. احنا عندنا 6 الان اولاد، هي حالات احنا منتظرين حتى يبتني سن يعني دار للاولاد بجانب دار قطر للبنات ان شاء الله باذن الله، عشان ينتقلوا هذول الاولاد الى الدار. بالنسبه لاحتياجات الدار، فاحتياجات الدار طبعا هي احتياجات كثيره، لانه كانه بيت مثل اي بيت اخر، لكن هذا بيت كبير فيها العديد من الناس، فيها العديد من القاطنين او القاطنات لانهم بنات برضه. احتياجاتنا من مواد غذائيه من والى تمور وزيوت وارز وسكر والحاجات هذه كلها، طبعا للاسف احنا ما نلاقيهاش من جهه معينه، انما نلاقيها تبرعات. كالعادة الخطوة الأولى البحث عن المتحدي أو المتحدية
القادرين على تجاوز السؤال ومن ثم الخوض في التحدي. يلا نشوف من الشباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. كل عام وانت طيب إن شاء الله. الاهتمام بالأيتام هل هو واجب على كل إنسان أم أنه يعني اليتيم خلوه لحاله ربنا هو يتصرف فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كفل من هو كافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل اليتيم قادر أنه يكون فرد صالح في المجتمع إذا اهتمينا فيه؟ على التربية. على التربية إذا تربى تربية حسنة يكون صالح إن شاء الله. نشوف برضو الوالد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. اليتيم هل يستحق الاهتمام؟ نعم. كيف يكون الاهتمام باليتيم؟ الاهتمام باليتيم من جميع الشرائح المفروض أنه يهتموا باليتيم. الاهتمام باليتيم هل تعني فقط أنه نعطيه فلوس وبس؟ لا، تربية، الفلوس ماهيش كل حاجة. التأهيل. اليتيم طبعا يحتاج إلى رعاية في من ناحية المأوى، من ناحية الملبس، من ناحية السكن، من ناحية التعليم. الاهتمام بتعليمه، بمأواه، بسكنه، وتأهيله وتربيته طبعا إلى أقصى مرحلة كانت تعني. حتى إلى مرحلة الشباب. كيف ممكن نهتم باليتيم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما سهل إذا مسحت على رأس اليتيم صدقة، فما بالك إذا أكرمته. صلي على النبي. حلو. هل يكفي إنه بس نعطي اليتيم فلوس؟ لا، وكل محتاج. إيش اللي ممكن نقدمه؟ كل الحب والحنان أول شيء. تشعر إذا إن طبعاً هذا اليتيم محتاج لكله، مش بس للمال. فقد أبوه، فقد أبوه. صلي على النبي، واليتيم يعني محتاج لكله، مش بس للفلوس. 16 بحر. 16 بحر. إيش يعني؟ وين هي؟ 16 بحر. البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي. لا. ما حذرت على قولت السوري. يعطيك العافية. خلينا نشوف إذا كان هناك من سيجيب على التساؤل. 16 بحر تعرف وين؟ 16 بحر بالكرة الأرضية. 16 بحر. ها؟ 16 بحر. 16 بحر وين؟ بالعالم كله ولا مكان واحد؟ 16 بحر. بحور مشهورة جدا. البحر الأبيض المتوسط. بحر مشهور. لا. البحر الأحمر. لا. 16 بحر في مكان واحد. 16 بحر وين؟ إيش دول يعني؟ بحور معروفة جدا، يقال هذه 16 بحرا في من بحور الشعر. بحور الشعر العربي باللغة العربية. يا سلام. 16 بحر. يا سلام. القافية. أيوه 16. يا سلام. عرفينا عليك. أني حرم فراس علي محمد. يا هلا يا أم من؟ أم أنعام. أم أنعام. أيوه ما شاء الله، برافو. أم أنعام. 16 بحر فعلا هي بحور الشعر العربي. ممتاز. الخطوة الأولى على 100,000 عديتيها، باقي معك خطوة التحدي. إذا نفذتيه لا بسيط، ترى بسيط التحدي. اسمعي التحدي والله يناسبك خير وبركة. احنا عندنا مجموعة من الأيتام أو اليتيمات، مجموعة من اليتيمات، هذول اليتيمات عملوا أعمال يدوية، تطريز وما تطريز وتريكو حاجات زي كذا، وحنبوا من يبيع أو عجزوا من يبيع لهم هذه الحاجات. مهمتك أنت خلال نصف ساعة تبيعي لنا 20 القطعة. عندك المول في كثير من الأخوات، يعني لو بعتي على البنات بس كم القطعة؟ 2000 ريال. 20 قطعة ب2000 ريال 40. لا لا لا، نصف ساعة. أحاول. يلا تحاولي؟ توكل على الله؟ يعني مش عارفة يعني. مش هتخسري غير نصف ساعة من حياتك. طيب. هذا لو خسرتي، مع انه انا متأكد مثل ما عرفتي البحور ال 16 حتعرفي او حتستطيعي تتمكني من البيع. يلا نشوف. نجرب؟ طيب مشاهدي الكرام، الآن المتحدية اللي معنا هي أم إنعام، استطاعت الإجابة على السؤال اللي حير الكل هنا في هذا المول الجميل. 16 بحر وين هي؟ الوحيدة اللي أجابت قالت إيش؟ بحور الشعر. بحور الشعر. أم إنعام هي المتحدية، دورها ومهمتها القادمة إنه المشغولات اليدوية اللي جبناها من دار قطر لرعاية اليتيمات، المطلوب من شخص إنه يبيعها،
والعائد المبلغ اللي حتجمعيه من بيع هذه المشغولات حيرجع لمين؟ لليتيمات، لليتيمات. وبالتالي إن شاء الله حتاخذ أجر وأجرة، أجر من عند أرحم الراحمين على إنك ساعدت اليتيمات، ومكافأة من قناة السعيدة. مقدار الجائزة كم؟ يلا بقرر، ما أني ما بعتقدش إني بيشتروا. مقدار الجائزة كم؟ 100,000. 100,000 ريال. جاهزة أم إنعام؟ جاهزة. مشاهدي الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع مع أم إنعام والمشغولات اليدوية، ونشوف إذا كانت قادرة مثل ما هي تصرف إنها تبيع وتجيب فلوس. فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد. حياكم الله من جديد. 16 بحر، أم إنعام، أم إنعام الوحيدة اللي جاوبت على هذا السؤال. سألناها وين 16 بحر، قالت بثقة هي بحور الشعر العربي، وكانت محقة، هي بحور الشعر العربي، 16 بحر من بحور الشعر. وافقت على التحدي، وهذا هو الشرط للفوز بالجائزة 100,000، إنه تنفذ هذا التحدي. تحدي اليوم كل قطعة بكم؟ بألفين ريال. بألفين ريال 20 قطعة، حتسلميني 40,000، حسلمك 100,000. 100,000 ريال إن شاء الله. أنت خايفة ليش؟ لا مش خايفة، أنا ما فيش عندي ثقة إني ببتاعه، لكن إن شاء الله لازم الواحد يكون عنده ثقة. خلاص إن شاء الله بقى. يعني لا، النسوان شاطرين في الصرف، لازم يكونوا كمان شاطرين في إن شاء الله. إيه أعمل يلا. وأول واحدة حتساعدك الأم العزيزة إن شاء الله، ساعديها. طيب مشاهدي الكرام، أول ما أعطيك التوقيت تتوكلي على الله وتبدأي التحدي. جاهزة؟ أم إنعام توكلي على الله. لو سمحت يا أخت، أني بشارك برنامج السعيدة، بعدين بيعطوا لي جائزة لو جاوبت على سؤال، بعدين بيعطوا لي جائزة. ده عمل يدوي عملوا اليتامى والضباها، لو اشتريت قطعة بألف ريال بتروح بيها في اليتامى بتحصلي أجر، تشتري؟ ده ولا ذا؟ وأني شاركت برنامج سعيد سابقة وحلت السؤال، لا تشتري قطعة لو سمحت. الله، إيش تشتري من ده ولا ذا؟ القطعة بألفين. ده أو ذا؟ بتروح بيها في فقرة حب دي بألف، يعني الحبة بألفين. دي ده الشكل أو ذا؟ عمل يدوي ذا. ايوه هذه تروح للفقراء والمساكين. ايوه اليتامى، عملوها اليتامى. انت الان ساعدت الاخت، اشتريت منها، والفلوس اللي حتجمعها حتروح لليتيمات. ما هو دورنا تجاه اليتيم؟ هل مساله بس ان احنا نعطي فلوس وبس؟ لا، مش مساله فلوس، يعني لازم ناخذ فيديوهم، لازم نعطيهم يعني حاجات اكثر، يعني كذا نعلمهم، لازم ناخذ ايوه للتعليم، لازم نعلمهم يعني ياخذوا حرف، لازم يعني لازم يكونوا يعني افراد صالحين في المجتمع. لا يكون يعني ايوه لازم هذا الخبر، انه مش الفلوس كل شيء، مش هو كل شيء الفلوس، بس لازم على كل واحد ان يعطي برضه دور يعني في يعني مساعدة اليتيم ورعاية اليتيم. أيوة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أكافئ اليتيم كهاتين في الجنة. ولازم يعني اليتيم يكون له رعاية خاصة، سواء من نحن المواطنين أو كذا وأفراد اسمه بس، أو من الدولة برضو. الدولة لازم لها دور في رعاية اليتيم وكفاءة اليتيم. شكرا لك، أهلا وسهلا. أيوة، قد تروح الفقراء والمساكين. بتشتي من ده أو من ده؟ قل لي، رعاية اليتيم هل هي بس بالفلوس؟ هل يكفي أنه نعطي الفلوس من أجل الاهتمام باليتيم؟ لا، كل شيء يعني زي ما تقول، في الفلوس، بنعطف عليهم بالتعليم، بالتأهيل، بكل حاجة. نعم. الأخت إحنا تحديناها أنه تبيع 20 قطعة في نص ساعة والفلوس تروح لليتيمات، تنجح تعتقد؟ نص ساعة؟ لا، خلال نص ساعة ما صعبة. لو بتشتري حبة بتروح فلوس اليتامى، بتعمل أكيد دي 2000، ده ب 2000 لو سمحت، بتروح بياس اليتامى.
هذه تشتفي الوان منها. 2000 شكرا. وللآن في برنامج تحدي ده تشجيع اليتامى، بتشتري قطعة بتروح الفلوس اليتامى ب2000 ريال ده الشكل أو ده الشكل. أعملوا شو عمل يدوي. بس إنه هو قادر لتشجيع اليتامى اللي عمل اليتامى. ولي برنامج تحدي. إيه واليتامى بتروح الفلوس اليتامى. اليتيم هل هو فرد عاجز في المجتمع وعالة انه يجب انه ناكله ونكسيه بس؟ لا لا، ندعم بالمال والماديا ومعنويا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت انا واليتيم كهاتين، يعني وانا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني لازم نهتم فيه في رعاية الايتام. هل هو عالة على المجتمع ولا قادر انه يكون انسان كويس؟ لا لا، قادر انه يكون انسان كويس وليس عار على المجتمع إذا تعلم وتأهل وتدرب، صح؟ إن شاء الله. عملوها عمل يدوي لتام الفقراء، بتروح الفلوس لو اشتريت حبة 2000 ريال، بتروح الفلوس ليتام والفقراء. في رمضان برنامج، بتشتري ذا شكل أو ذا شكل. بتعمل أجر عشان ذا يعني يشجعوا اليتامى والفقراء. نفس بس في الوان. اليتيم، واحد قال لي انهم يا اخي عالة على المجتمع. الرسول اوصى باليتيم. إيه بس قال لك تحدى. لا لا، مش عالة اليتيم. اذا كان تحصل صدقة من مسح يدك على رأس اليتيم، يا سلام، فما بالك بالاعمال الخيرية اللي تقدمها لليتيم. هل يكفي انك بس تعطيه فلوس؟ لا ما يكفي. انا اتمنى يعني من الناس كلها اليتيم انك تقدم له قدر المستطاع من الحنان اللي انحرم منه من ابوه او من امه أو من أي شخص. ندربه ونأهله؟ لازم، في الدراسة، في الحياة الاجتماعية، في التربية، في كل شيء. على كل شخص مسؤولية تجاه اليتيم، مش ضروري في الفلوس، قد تكون معنويا، قد تكون ماديا، قد تكون بالكلمة، قد تكون يعني هذا شيء بيحصله 100%، يعني دعوة وحسنات إن شاء الله في الآخرة. بتروح الفلوس لو اشتريت حبة، بتروح الفلوس لليتامى والفقراء. عمل يدوي اليتامى، بتحدوني ابيع 40,000، بتروح الفلوس لليتامى والضباحة. بتشتري حبة تعمل اجر، يلا بتشوف القطعة ب2000. يلا بتعمل اجر. دعمك للأيتام ليش؟ لأني أنا يتيم بالأصل. يا الله. وأعرف معنى اليتيم. وحاسس. وحاسس، لأني لا أبي ما أعرفوش بالخالص. الله المستعان. الحمد لله. اليتيم هل يكفي إنك بس تعطيه فلوس؟ لا، اليتيم حتى ولو مسح بالرأس، يعني هذا واجب علينا إن إحنا نتعاون مع الأيتام ونحسسهم بأنهم لم يفقدوا أبواهم. وان احنا ان شاء الله بنكون معهم في كل لحظه. الفلوس بتروح للفقراء واليتامى. ما تشتري شيء؟ اي قطعه ب1000. هذه كذا زينه، شكل عمل يدوي. ايه هذا عمل يدوي، ده تبع اطفال. 2000 القطعه. رعاية اليتيم كيف يجب أن تكون؟ رعاية اليتيم يجب أن تكون حتى معنوياً على الأقل. يا سلام، أهم من المال. أهم مادياً. معنوياً ومادياً. ليش معنوياً أهم؟ تشجيع العامل النفسي لليتيم. تشجيعه، تعطيه الإحساس إنه يكون حتى، تعطيه الإحساس إنه يعني يكون مش يتيم. إنه مش فرد. مش فرد خارج عن المجتمع. ما تروح الفلوس اليتامى شوفوها. مساعدة، يلا شغلها ماذا؟ ده شغل يدوي. ايش بتشيل؟ شكرا. لو سمحت يا اخ، ذا عمل يدوي اليتامى والمساكين اللي يعملوه، شغل اطفال يتامى. لو تشتري بتروح الفلوس لحبة ب2000.
أخ لو سمحت شوف ذا عمل يدوي يعملوا اليتامى الأطفال. لو تشتري قطعة بروح الفلوس اليتامى. القطعة بألفين تعمل أجر بتروح الفلوس اليتامى. ما في. ما شاء الله عليك. بيضة. ان شاء الله. كل سنة وانت طيب. حتى انت شارك؟ اكيد. ليش؟ لابد. تبرع لليتام ان شاء الله. الله يعطيك العافية. والله والله يسعدك وسعادتك. حبيبي. يعني ما شاء الله اعتقد المشاهدين الكرام انه يمكن رسالتنا اتمنى انها تكون وصلت. القصة ما هي في النص ساعة ولا القصة في مسألة شو هي السلعة او ايش هي السلعة، القصة في انه نحن قادرين خلال نصف ساعة أنه نغير من هذا الكون، نغير من هذا المجتمع، نغير بعض الأحيان من الصور السيئة التي نشاهدها أمامنا. اليتيم لو وجد اهتمام لمدة نصف ساعة من كل إنسان مواطن يمكن حياته تتغير للأبد. رسالتي أتمنى تكون وصلت للكل. نصف ساعة، نصف ساعة مش بس للضحك ولا هي للمتعة ولا هي للندرة، بل نصف ساعة تكون للتغيير. بتحصل أجر يا أخ. بيعملوا أطفال يتامى عمل يدوي عمل يدوي، بس لو الفلوس بتروح لهم اليتامى. القطعة بألفين. شكرا. والفلوس بتروح اليتامى، لو تشتري قطعة بتروح فلوس اليتامى. عملوا الأطفال يتامى، لو تشتري قطعة بتحصل أجر. أيوة القطعة بألفين. شوف شقيع اليتامى، الفلوس بتروح اليتامى. يعني ساعدت الاخت المنعم والله مساهمه معنا يعني بقدر القطعه اللي اشتريتها. شلينا هذه القطعه والله. ما شاء الله ما شاء الله. مساهمه مع المؤسسه وان شاء الله خير. يعني تعتقد انه التبرع المادي لليتيم كافي؟ والله يعني التبرع وكمان عامل نفسي ان شاء الله يكون معنوي هو افضل. يعني هل يحتاج يعني يكون فقط اليتيم للفلوس وبس؟ لا يحتاج الرعايه. بارك الله. الله يبارك فيك. ده عمل يتامى، اعملوا شغل يدوي، اعملوا اليتامى الأطفال. لو بتشتري قطعة، القطعة بألفين، بتروح فلوس اليتامى. شيل دون القطعة، شوف حبة بألفين. شكرا. ما شاء الله. السلام عليكم. كل السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. وانت طيب إن شاء الله. بيض الله وجهك. يعني الناس بياخذوا من قطعة، أنت أخذت ثلاث ما شاء الله. ليش؟ بصراحة نحب عين نساعد اليتامى. هل اليتيم يحتاج بس إلى فلوس؟ لا مش الفلوس، يحتاج لدعم يعني أكثر من كذا. ممتاز. ليش؟ استحق، لأنه زي ما تقول لي إنسان بحاجة إلى رعاية، إلى دعم، الى تاهيل، الى دعم، تدريب، الى تدريب، بحاجه الى ان يعني نستحق ندعم. انسان صالح. نعم انسان صالح. ايوه ده اليتامى بتروح فلوسهم عملهم. بتروح فلوس اليتامى. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النص ساعة. نص ساعة مثيرة جدا، في بدايتها كانت أختنا أم نعام مترددة لكنها قررت أنها تخوض التحدي وفعلا ومضت بعزيمة، وكثير من الإخوان هنا اللي موجودين في هذا المول وهذا مركز التسوق يعني ساعدوها بشكل كبير. كيف الأمور مشت؟ الحمد لله. جبرت؟ أيوة فضل الله وفضلكم إن شاء الله، ثم بفضل الناس. حاسبيني يا ستي. المفترض انها 20 قطعة، كل قطعة قيمتها كم؟ 2000 ريال.
تفضلي المايك امسكيه. المفترض الان انه 40,000 ريال. ايوه 40,000 ريال، لو نقصت 100 ريال حتخسري. جاهزه؟ ايوه جاهزه. خلينا نعد قدام الناس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 43 44 45 46 47 49 50 ما شاء الله. من وين الزيادة؟ 51 52 53 54 55 56 ألف ريال. المفروض تجيبي لي 40، كيف جبتي لي 56؟ لأن السعيدة قابلت. أنا أقول لكم إيش اللي حصل. اللي حصل مشاهدي الكرام الآن إنه في بعض الإخوان مشكورين في بعض المحلات كانوا فعلا يشتروا القطعة ويرجعوها للأخت أم إنعام على أساس تبيعها من جديد، وبكذا إنها يعني ما شاء الله حصلت أكثر من المبلغ تقريبا ب 20% أو 40%، تقريبا نص المبلغ. جزاك الله خير، جزا الله خير الجماعة اللي ما قصروا. هذه الفلوس مشاهدي الكرام بتروح لدار قطر لرعاية اليتيمات. أذكركم أنه هذه الدار بتقوم بدور مهم جدا 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 في رعاية اليتيمات في مدينة عدن والحفاظ عليهم، تعليمهم، تدريبهم، تأهيلهم حتى يخرجين أفراد صالحين أو صالحات في المجتمع. شكرا لدار قطر لرعاية اليتيمات، شكرا لأم إنعام. قناة السعيدة هذه 56,000، قناة السعيدة أيضا ستقدم 56,000 لدار قطر لرعاية اليتيمات. أدهم هذه 56، أنت عملت اللي عليك وأكثر. أنا تحديتك وأنت والله كنت قد التحدي وبيضتي الوجه وما قصرتي. دورنا الآن نعمل اللي علينا، تستاهل المية تلال. ألف ألف مبروك. صباح الخير أختي. أمس كنا مع واحدة من المتحديات والحمد لله تمكنت بنجاح أمس أنها تبيع مشغولات البنات ب 56,000، وقناة السعيدة أيضا قدمت 56,000 إضافية كتبرع للفتيات في الدار، هذه 112,000. I'll say.